وينضم لنا هاتفيا الدكتور ابراهيم احمد الاستاذ بكليه الحقوق بجامعه عين شمس. دكتور ابراهيم برحب بحضرتك بدايه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دكتور ابراهيم اكيد حضرتك استمعت لكلمات مصر والامارات والولايات المتحده الامريكيه، لكن دعنا نركز بدايه على كلمه مصر الذي قالت فيها دكتوره ياسمين موسى المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجيه المصري بان الاسانيد القانونيه تؤكد اختصاص المحكمه بمنح الراي الاستشاري بشان الجرائم الاسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه المحتله منذ عام 67. اهميه ان يصدر قرار من محكمه العدل الدولي حتى وإن كان يا دكتور إبراهيم هذا الرأي استشاري فقط، ما أهميته واقعيا بالنسبة حتى لدول العالم؟ هو الحقيقة طبعا زي ما حضرتك كنت تقولي أنه الرأي اللي تصدره هو غير ملزم، لأن أحكام المحكمة العدل الدولية تبقى غير ملزمة وتتوقف على قيام الدول بتنفيذ هذه الأحكام من تلقاء ذاتها. ولكن بالرغم من ذلك فإن لهذا الحكم أو القرار أو الفتوى أهمية كبيرة جدا من الناحية الأدبية، لأنها تمثل الرأي القانوني الدولي من أعلى جهة قضائية في العالم وهي محكمة العدل الدولية. فالفتوى الصادرة منها هي بلا شك لها قيمة أدبية وقانونية هامة جدا، ويجب على الدول الانصياع لها واحترامها بغض النظر عن أنها غير ملزمة قانونا. نعم. طيب دكتور، مرافعة مصر احتوت على عدد من الموضوعات المهمة وهو الوضع القانوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنا طلب الرأي الاستشاري يأتي في وقت دقيق وعلى خلفية تاريخ يمتد لحوالي 75 عام من الجرائم الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. والحقيقة ده بيمثل كلمة مهمة جدا تؤكد أن إسرائيل تقوم في حقيقة الأمر على جرائم حرب، ما يمكن احتوت عليه أيضا الكلمة الإماراتية وحاولت أن تفند هذه الأسانيد الكلمة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. الكلمات دكتور إبراهيم تصب كلها في أن إسرائيل حقيقة تقوم بجرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتعتزم أن يكون هناك تدخل بري في رفح، وهذا يمثل كارثة إنسانية للفلسطينيين المتواجدين في هذه المنطقة، حيث يوجد حوالي قرابة 1.5 مليون شخص متواجد في هذا الحزام تحديدا. يعني هو فعلا انه كافة دول العالم مستاء جدا من موقف اسرائيل وسياستها العنصرية التي تقوم على اساس عدم احترام احكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه وبكافة المعاهدات الدولية، اتفاقيات جنيف، الاتفاقية الثالثة والاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف المبرمة سنة 1948 والتي تشكل دستور للحرب وقواعد الحرب التي يجب مراعاتها. الحقيقة انه اسرائيل ايضا بتتذرع بحجج واهية، وهي انه هي تقوم بالدفاع عن النفس، وهذا غير حقيقي اساسا ومخالف لاحكام القانون الدولي، لان الدولة التي تحتل دولة اخرى ليس لها حق الدفاع عن نفسها، بالعكس هي يجب ان تصون حقوق الدولة التي تحتلها. وبالتالي فالفلسطينيين بقيامهم بالدفاع عن أنفسهم لا يشكلوا أبدا أي إرهاب كما تدعي، بل هم يستخدمون حقهم في المقاومة المشروعة التي يقررها القانون الدولي، لأنه الاحتلال الذي مضى عليه 75 عام أو 76 عام منذ سنة 1948 حتى اليوم هو لا شك يعطي للفلسطينيين الحق في الدفاع عن انفسهم والحق في الحصول على استقرارهم وفي تقرير مصيرهم. هذه الحقوق الشرعيه القانونيه التي تستند الى المعاهدات الدوليه وكل المواثيق الدوليه في القانون الدولي هي اسرائيل تضرب بها عرض الحائط، وبالتالي فمن الواضح جدا ان هناك اجماع في العالم على عدم شرعيه ما تتخذه اسرائيل من اجراءات ومن استهانة بأحكام القانون الدولي، لأن هذا الاحتلال ترتبط عليه آثار وخيمة جدا تقوم على أساس الاستيطان الذي تقوم به إسرائيل بصفة مستمرة، توسيع مستوطناتها واستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتمييز ومنع الفلسطينيين من حتى أداء شعائر الصلاة في القدس، وكذلك أيضا
التهجير الذي تقوم به اسرائيل منذ سنه منذ 7 اكتوبر الماضي هو يقوم على اساس اجبار الفلسطينيين على الهجره من اراضيهم، والان تكدسوا في كلهم في رفح، ولا شك ان هذا يخالف احكام القانون الدولي، لانه ليس من حق المحتل ان يجبر المواطنين على تغيير اماكن اقامتهم، ولا يجوز له تهجيرهم من مساكنهم، وهو ما قامت به اسرائيل. فاذا هي بتقوم بالاستيطان وتبني مستوطنات وتتوسع فيها بمخالفه لاحكام القانون الدولي، تقوم بالتهجير، اجبار الفلسطينيين على الخروج من مساكنهم واستحاله عودتهم، لان الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من شمال رفح شمال غزه حينما حاولوا العوده بعد انحسار الاحتلال قاصفتهم اسرائيل واعتدت عليهم وقتلت الكثيرين منهم. الوصول الى حوالي 30 مليون شهيد فلسطيني بالاضافه الى المدفونين تحت الارض بالاضافه الى الاشخاص المصابين، كل هذا لا شك انه لا يرضي ابدا الضمير العالمي الذي يجب ان يتحرك، والذي يوجب على الولايات المتحده الامريكيه ان تنصاع لهذا الاجماع العالمي، وان تتوقف عن استخدام الفيتو الذي استخدمته صحيح. امس للمره الثالثه على التوالي. طيب. دكتور خلينا قبل نتجاوز النقطه اللي حضرتك قلتها، ودي نقطه مهمه جدا اللي هو استخدام حق النقد للفيتو، وهو بالطبع حق الاعتراض من قبل 5 دول، حق لها ان توقف او تعرقل مرور اي قرار، وكما قلت في سياق حديث حضرتك ان تم استخدام الولايات المتحده الامريكيه لايقاف اي قرارات خاصه باسرائيل خلال الفتره الماضيه، وكان اخرها بالامس. بشكل عام كده يا دكتور، هذا يضع الولايات المتحده الامريكيه في الموقف المحرج امام العالم كله، بانها الان هي في صف من يقوم بالاباده الجماعيه، لان العالم الان اجمع ربما يرى ما تقوم به اسرائيل من اباده جماعيه بحق مواطنين عزل، والولايات المتحده الامريكيه تستخدم حق نقد الفيتو لكي يتمادى الجانب الاسرائيلي ويمعن في قتل الفلسطينيين بدم بارد جدا. فعلا هو ده بيترتب عليه اعتبار ان الولايات المتحده الامريكيه ليس فقط انها تستخدم حقها في الاعتراض على اصدار قرار جماعي حظي بموافقه كل دول الاعضاء في مجلس الامن، الا انها ايضا ادت الى انها اصبحت شريكه فيما تقوم به اسرائيل من جرائم، لانها تقوم بامدادها بالسلاح وتقوم بامدادها بالمال وتدعمها اقتصاديا وماليا وعسكريا. وبالتالي هي ليس فقط انها مجرد بتستخدم حق لها وحق نشا نتيجه ظروف تاريخيه معينه بعد الحرب العالميه الثانيه ادى الى تمتع 5 دول اعضاء في مجلس الامن بالحق في الاعتراض على اي قرار من مجلس الامن فيوقف هذا القرار. الدوله الوحيده التي تتعسف في استخدام هذا الحق هي الولايات المتحده الامريكيه، لان هناك 5 دول لها هذا الحق، ولكن لا توجد اي دوله تستخدمه الا الولايات المتحده الامريكيه بهذه الصوره البشعه التي تتعارض مع كافه احكام القانون الدولي وكافه المواثيق الدوليه. فاذا الولايات المتحده الامريكيه وضعت نفسها في موضع الشريك في جرائم الاباده الجماعيه وفي موقف المدافع عن الظلم وعن العدوان والوقوف في نفس الموقف المخزي للحكومة الإسرائيلية. الموقف الآن أصبح يقتضي تعديلا كاملا وخروجا من هذه المنظمة التي أثبتت فشلها بسبب السياسات الأمريكية والإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي، والتي تستهين بكافة الأعراف والمواثيق الدولية وتستهين بكل دول العالم. كل شعوب العالم وقفت ضد هذا الإحلال، حتى في الشعب الأمريكي نفسه، الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي أيضا في جزء منه وقف في وجه مثل هذا الاعتداء الصارخ، وطالب بإجراء مفاوضات والوصول إلى حل سلمي والابتعاد عن هذه الجرائم البشعة التي تستمر إسرائيل في استخدامها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور، عايزين نتعرف على اختصاصات محكمة العدل الدولية. بيدخل في اختصاص جمعية العامة وجهت إليها
رسالة في يناير 2023 بطلب إصدار فتوى قانونية في شرعية الأعمال المترتبة على الإحصاء، ونأمل أن ترجع الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه السياسة التمييزية التي تقوم بها ومحاباة الظالم والوقوف مع الظالم في وجه هذه الجرائم البشعة وهذه الإبادة الجماعية التي تتم يوميا حتى الآن في الشعب الفلسطيني. طيب دكتور، عندنا يعني حوالي يعني عندنا 2 سيناريو، إما هي إدانة إسرائيل أو عدم الإدانة. طيب في حالة الإدانة بقى دكتور، ما هي القرارات التي تترتب على هذه الإدانة؟ الحقيقة إنه الأمر سيعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن، لأنه هذه الفتوى يعني نعود من جديد للمرة الرابعة دكتور لاستخدام حق النقد الفيتو، يعني ما توقعنا ذلك، لأنه يعني هو المفروض أن تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام هذا الحق الذي اللي هو يعتبر أصبح ماشين يا دكتور في الحقيقة الأمر ده، يعني حق يرد به هو حق يرد به باطل. هو في الحقيقة أنه هو عمل غير مشروع وهو أسلوب غير سليم بداتا، ويستند إلى اعتبارات وهي مسألة الدفاع عن النفس. لا يمكن أبدا أن يكون هناك دفاع البشعة التي تؤدي إلى إبادة شعب كامل بإدعاء بأنه إبادة. وأين هو شعب حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه؟ الشعب الفلسطيني يتعرض يوميا للاعتداءات البشعة التي يراها كل العالم، في كافة دول العالم يرون لحظة بلحظة هذه الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل. أين هو حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه؟ إذا كانوا يتكلموا عن القانون ويتكلموا عن الحق في الدفاع عن النفس، يجب إذن أن ينظروا نفس النظرة للشعب الفلسطيني ويعترفوا أنه من حقه أن يدافع عن نفسه جراء هذا الاعتداء الوحشي وجراء هذا العدوان الصارخ الذي تمارسه يوميا إسرائيل بشكل بشع. نعم. فالأمل كله معقود على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن موقفها أصبح موقف مخزي، لأنه هو طيب اعتذر دكتور ابراهيم لحضرتك، وبشكر حضرتك دكتور ابراهيم احمد الرئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس.